اللاعبين ديالنا دخلوا في المقابله من اول دقيقه. الحمد لله انه المتمنيات ديالي اللي كانت قبل المقابله هو اننا نسجلوا يمكن من ثاني ثالث فرصه، اليوم يمكن تسجلوا من اول فرصه، ولما تنكونوا فعالين فهذا تيساعد، يعني التوقيت ديال جوج الاهداف، الطرد ديال الفريق الخصم حتى هو سهل الماموريه، وكملنا في نفس النزاق. تنظن انه يعني ما بين قوسين انه نهينا المقابله في الشوط الاول، لكن يمكن هذاك التراخي اللي في الشوط الثاني ربما هو اللي قلقني شي شويه وقلق حتى اللاعبين ديال ذاك الاحتياط. كنتمنى انه ما تتكررش مثل هذه الاخطاء، خاصه انه الفريق اللي غيكون مقبل هو فريق ديال الكاميرون اللي غيكون مؤازر بواحد المجموعه ديال الجماهير، يعني واحد العدد كبير ديال الجماهير. لكن الان خاصنا نحترموا الفريق الخصم اللي غادي يكون عندنا في النصف النهائي، وخاصنا نتعاملوا معاه كما كنتعاملوا مع اي منتخب، يعني بنفس يعني هذيك لا ديتيرميناسيون ديالنا ولا كونفيونس ديالنا. ان شاء الله حنايا بصدد يعني اخذ القرار اليوم ان شاء الله، وغدا في الصباح ناخذ القرار واش غادي نمشيو يعني نستقروا تما من خلال هذيك اليومين. كاين يمكن بعض العلامات او يمكن واحد النقاش اللي كيدور داخل يعني المجموعه ديالنا، على اساس انه يمكن نبقاو هنايا نديروا التدريب ديالنا ونمشيو نلعبوا المقابله ديالنا هناك مباشره. شكرا لطلباتنا.